فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ اللي يتخذها شعار ويعتقد فيها أنها مشروعة وأن فيها بركة لا يجوز، هذا فعل الصوفية. أما اللي يأخذها بدون اعتقاد فيها وأن ولا يعتقد فيها فضيلة، وإنما يتخذها للعد فقط، هذه لا بأس بها. صدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة في وقت الشيخ ابن باز رحمه الله. إذا هذا التفصيل، هذا التفصيل فيها. نعم.